مجلس الشعب يقر عددا من مشاريع القرارات، والحلقي يؤكد خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن اللاذقية أن الحكومة ستواصل محاسبة المقصرين والفاسدين. تلكلخ تهب تحية لجيشنا الباسل الذي خلصها من الإرهابيين القتلة، وبواسل قواتنا يعيدون الأمن والاستقرار إلى بلدة القريتين وكراج الانطلاق في حركة. روسيا والصين تشددان على الحوار والإسراع في عقد المؤتمر الدولي لحل الأزمة في سوريا، وإيران تؤكد أن السعودية شريكة في الجرائم الإرهابية بحق السوريين. ألمانيا تجدد تحذيرها من خطوة إرسال أسلحة للإرهابيين في سوريا، والكونغرس الأمريكي يرفض تمويل التسليح. المصريون يسخرون من خطاب مرسي، وازدياد أعداد خيام المعتصمين في التحرير قبيل مظاهرات الثلاثين. وتتابعون عند الساعة 10 ليلا على الفضائية والإخبارية اعترافات الإرهابي باسل العلي الذي شارك في جريمة تفجير مبنى الإخبارية بدروشا قبل عام. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مساء الخير ونعتذر عن التأخير.